في دولة إسرائيل. لا، إسرائيل مش دولة أبارتهايد. إسرائيل مش دولة أبارتهايد. وكل إنسان بيحكي هيك يستحي على نفسه انه بحكي، انه بيحكي انتوا عايشين بهاي الدوله، معاكم هويات زرقاء، بتشتغلوا، بتعطوا ارائكم، بتحكوا، بتتعلموا، بتدرسوا، بتصيروا معلمين، بتصيروا محاماه، انتوا بتقودوا اجيال، وعايشين في دوله اللي بنحترمتكم. سوريا، العراق، مصر، الدول العربيه كلها شو عامله لبلادها؟ افهم منك ايش اسرائيل؟ ما في اسرائيل دوله ديمقراطيه. هاي مكتوب في وثيقة الاستقلال إنه إسرائيل دولة ديمقراطية فيها أقليات عرب مسلمين، أقليات عرب دروز، أقليات وإلى آخره، وبتشبع.